مرحبا. صدم العالم في 31 من شهر آذار عام 2016 من الأنباء المأساوية التي أعلنت وفاة زهاء حديد، والتي تعد واحدة من أبرز مهندسي العمارة في العالم. ويمكن القول إن المعمارية البريطانية المولودة في العراق هي أفضل امرأة في مهنة العمارة. تعتبر زهاء حديد المليئة بالأفكار الغامضة والمتمردة ورفض ما هو معتاد وصاحبة الإرادة القوية لتحقيق النجاح مدرسة معمارية جديدة في القرن 21، ويتبعها جيل متحمس للابتكار العلمي والإبداع الفني. زهاء حديد قوية وبارعة، دفعت بفن العمارة إلى أقصى حدود ما هو ممكن. مبانيها جعلتنا نشعر كأننا في مكان آخر، في عالم آخر، عالم من صياغتها. كلما ارتبط اسمها بأحد الأنماط أو الاتجاهات المعمارية وجدناها خرجت منه بتصميم جديد لا يمكن تأطيره. وظلت تصاميمها المعمارية تصنف لعدة سنوات في خانة الفنون التي تعرض في صالونات المعارض غير القابلة للتنفيذ. لديها أسلوب ساحر يختص بها، سواء كان أسلوب ترسمه أو تلبسه أو أسلوب تعيش معه. لديها رؤية شاملة لكل الأشياء، إنها تحفة فنية متكاملة. لها مئات المشاريع والأبنية في العالم. رفضت تصميم وتشييد السجون، ولم يكن لكلمة مستحيل مكان في حياتها. لم تكن تتقيد بالقواعد سوى تلك التي تضعها بنفسها. كان شعارها في الحياة كسر الحواجز، وأعلنت الحرب على الزوايا، واستلهمت أشكالا جديدة تجاوزت تصورات عمارة ما بعد الحداثة. قدرتها على محو الفواصل بين المتقابلات ودمج آفاق مختلفة، فمن الأفق والشاقولي والأرض والبناء والمنحني والمستقيم إلى إدخال العمارة في الأزياء وتصميم السيارات. سعت في هندستها المعمارية تجاوز قانون الجاذبية، وكانت صارمة لا تقبل المساومة، تصر على تطبيق ما خطط للبناء مهما ارتفعت التكاليف وتأخر موعد الإنجاز. تمكنت من نقش بصمتها على الحجر، ولم يسهل عليها فرض نفسها في حقل يسيطر عليه الرجال. وطنها الأول بغداد، وموطنها الثاني لندن. لو تعرفتم عليها وفهمتموها ستجدونها شخصية عالية الإلهام، ولكن عليكم التحلي بالصبر وأن تعطوها حريتها. وإن حاولتم التضييق عليها فإنها تتمرد وتنفجر. إنها أعظم امرأة معمارية ليس في الزمن الحالي فحسب، ولكن ربما على مدار التاريخ كله. اقترن اسمها بإبداعات تشبه الحلم، وكثيرا ما كان يقول النقاد لها إن تصاميمك ستبقى رسوما بالأحلام، لكنها وسعت أحلامها أبراجا وملاعب ونوادية ومراسي سفن. أثبتت بحزم بأن الهندسة المعمارية لم تعد حكرا على الرجال. بدأ طريق زهاء حديد الطويل والمتعرج للنجاح بطفولة رائعة، ومر بمراحل رئيسة من الصعود والهبوط التي شكلت مستقبلها الذي نعرفه اليوم. ولدت زهاء حديد في بغداد يوم 31 من شهر تشرين الأول من عام 1950 لعائلة عراقية من مدينة الموصل شمال العراق. والدها محمد الحاج حسين حديد المولود عام 1907، وهو صناعي ثري من أهالي مدينة الموصل، شارك في تأسيس مجموعة الأهالي الليبرالية اليسارية في عام 1932، حيث كانت هذه المجموعة منظمة سياسية مهمة في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.
وكان مؤسساً مشاركاً للحزب الوطني الديمقراطي في العراق، وتولى منصب وزير المالية بعد الإطاحة بالملك فيصل الثاني إثر الانقلاب العراقي في 14 من شهر تموز من عام 1958. والدتها وجيهة الصابونجي المولودة عام 1917 وهي فنانة من مدينة الموصل، في حين كان شقيقيها هيثم المولود عام 1934 وفولاذ المولود عام 1937 وهو كاتب ومحاسب وخبير في الشؤون العربية. كانت زهاء حديد بطبعها طفلة فضولية تجاه كل شيء تتجول في أرجاء البيت، كونها الأنثى الوحيدة لشقيقيها اللذين كانا خارج البلاد. واعتادت زهاء على التجوال وطرح الكثير من الأسئلة على والدتها لحين عودة والدها إلى المنزل، الذي لا يمل من طرح أسئلتها، وكان صبورا ويجيب على جميع أسئلتها. عاشت زهاء حديد طفولتها خلال السنوات الذهبية القصيرة للعراق الحديث، حيث قررت الحكومة آنذاك استخدام الأموال الوطنية المتزايدة من استثمار النفط من خلال استقطاب رواد الهندسة المعمارية الحديثة في العالم مثل فرانك لويد رايت وليكوربوزيه وأوسكار نيماير وولتر غروبيس وآخرين غيرهم لتحديث مدينة بغداد، مما أشاع نوعا من الجو المعماري الإيجابي الجاذب. وكان دار عائلتها من تصميم أحد المعماريين المعروفين آنذاك، وهو المعمار السوري بدري قدح. ذكرت زهاء حديد ذات مرة في مقابلة لها كيف إن رحلاتها في الطفولة المبكرة إلى المدن السومرية القديمة جنوب العراق قد أثارت اهتمامها بالهندسة المعمارية، بالإضافة إلى تشجيع عائلتها لها الذين أشبعوا فضولها في العمارة، وبالأخص والدها الذي كان يعرف العديد من المعماريين الذين اعتادوا على زيارتهم وحرصهم على حضور بعض المؤتمرات المعمارية التي كانت تقام في بغداد. واصطحابهم زهاء إلى هذه المؤتمرات قد أدى إلى تقوية علاقتها بالأشكال، حيث اصطحبها والدها وهي فتاة صغيرة في 7 من عمرها إلى معرض للمعمار الأمريكي فرانك لويد رايت الذي كان مقاما آنذاك في مبنى النادي الرياضي الملكي في منطقة الأعظمية ببغداد. لقد أسرتها واستحوذت عليها الأشكال التي كانت موجودة في ذلك المعرض، لتخرج زهاء حديد من هناك مؤمنة في قرارة نفسها إنها حين تكبر ستكون مهندسة معمارية متميزة تستطيع أن تخلق بصمة خاصة لها في عالم العمارة. جعلتها عائلتها مستقلة الرأي، مما ساهم كل ذلك في خلق شخصيتها القوية والواثقة، حيث أظهرت أول علامة لها في سن 11 عندما قررت أنها ترغب في أن تصبح مهندسة معمارية. وصفت زهاء حديد طفولتها في العراق بأنها رائعة، حيث كان العراق في ذروته خلال فترة 50s and 60s من القرن الماضي. كان هنالك تطور مضطرد في العراق وأفكار جديدة خلال فترة 60s من القرن الماضي. كان ذلك عندما شيدت مدينة برازيليا في البرازيل خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أن أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط كانتا قد دخلت فيهما العمارة إلى حقبة جديدة والانتقال إلى مستوى جديد من الاستقلال والابتعاد عن العمارة الكولونيالية إلى عمارة الحداثة. ففي تلك الفترة وعلى سبيل المثال كانت تصمم وتشيد المدينة الجامعية في بغداد للمعمار الألماني والتر غروبيس. قد لا يعرف الناس جميع المصاعب التي واجهتها زهاء حديد للحصول على اسمها ومكانتها، لكنهم بالتأكيد يعرفون أنها شخصية تستحق الاحترام التام وإثباتا مؤكدا لما تستطيع المرأة فعله.
لقد نحت الزها حديد اسمها بعمق في التاريخ بفضل هندستها المعمارية المتميزة وإنجازاتها غير العادية.